بس باخذش المواد اللي بدي اياها لعمل الهرمونات في الدماغ اللي السيروتونين، ما هو اساسي موجود من الكولون وبطلع على الدماغ وبعمل شغله. السيروتونين حيعمل الميلاتونين، هذا الهرمون اللي بخلينا ننام نوم هادئ. اذا فيش سيروتونين وفيش ميلاتونين يعني في قلق، في عدم نوم، في تعب وارهاق، ولسه فوق كل هذا مش قادرين ناخذ لا فيتامين بي 1 ولا فيتامين بي 3 ولا فيتامين بي 6 ولا مش قادرين نمتص المعادن اللي بناكلها. وفي هاي الحالة بتصير عنا النمنمات، الخضران في الأطراف، بصير عنا عدم تركيز، مشاكل دماغية كلها، لأنه هون في مشكلة وهون في مشكلة، فهذا كله بضرب على بعض، بنزل على بعض. طيب في هاي الحالة الحل لهيك مشكلة مزمنة، الحل في تغيير نمط حياة كامل للأشخاص اللي بيعانوا. مدام حكينا إنه الأعراض بتكون منتشرة حسب الشخص، إذن أنتوا لازم تعرفوا شو النظام الأصح لإلكم، خصوصا من ناحية تغذوية، من ناحية الأكل، من ناحية الشرب. كل واحد البيو عنده مختلف في جسمه، في معدته، كل واحد باخذ الآلام هذه بشكل مختلف، كل واحد عنده مشاكل مختلفة، هاي المشاكل الداخلية، وبتعامل مع الأمور بشكل مختلف. أنا هلأ بدي أعمل دفتر، بدي أعمل كتاب، أشوف شو الشغلات اللي بتتعبني. من الأكثر الشغلات اللي الكل مجمع عليها وشي الحبوب الكاملة، يعني عندكم الحمص، عندكم العدس، ومنتجات، طبعاً المنتجات اللي هي الفلافل مثلاً، واحد بشبه كله سندويشة فلافل بجوز يتعب، لأنه فيها غازات، فيها فيتامينات وبروتينات صعبة للهضم، في عنا لاكتوز قاعد بطلع، وهذا بثير النهايات العصبية اللي موجودة، هذه اللي بتعطي إشارات عصبية مباشرة للدماغ، وضعية الطعام، وضعية الضغط، في عندي تبسط في هالعضلات هذه، إذا صار في عندي غازات صار في عندي انتفاخ، انتفاخ معناته العضلات قاعدة بتتشنج وبتفتح أكثر، مع كل ما العضلات توسعت تحت الكولون وانتفخت، كل ما هاي أدت لأصعب الآلام. عشان نكمل الناحية الغذائية، فالناحية الغذائية أول شيء البقوليات هذه ممكن تتعب، بس ممكن ناس يرتاحوا عليها، هذه حسب. أنا إذا بحس إنه أكلة فلافل حتتعبني أو أكلة حمص أو بابا غنوش حتتعبني، إذا هذه بدي أخفف منها قد ما أقدر لفترة أسبوعين ثلاثة اللي أطلع من الأزمة هذه، وبعدين بصير أرجع لهذه الشغلات اللي بتثيرني شوي شوي، وصير أدرب الجهاز الهضمي تاعي، مش إني أبعدها نهائياً.